السلام عليكم، كديري لاباس عليكم؟ بخير هاني، كديري مع الصحيحة. نتمنى لكم تكونوا بالصحة والعافية ان شاء الله. انا اليوم اصبحت صايمة وقلت شارة نوجد معايا شوية ديال الحريرة نصبها دابا ونقادها، حيت في العشية ما كانت سخف وعدنا الحال سخون تبارك الله. الله رزق السلامة، يعني قولي الحال مطرطن، تقولي شهر 8 هذا سير دار وجه. هاو هانتوما كيما كتشوف هاد الربيعات هاهما، شفتهم شفتهم يا أمس، وقلت نقيهم قعدتهم بعدا ونطحنهم. الموس يا هو عرفت شنو تلف لي الطعنة وبيه بعدا. هاو هانتوما الخوت كيما كتشوفو، غنقي بعدا هاد الربيعات هما الجاهزين. عرفت راسي باغا نصوم داكشي علاج الربيع، حيت انا لاصم ضروري ندير الحريره، ضروري الحريره، الا ما درتش الحريره شي حاجه ما كاينه صراحه. غادي نقي بعدا الربيع هو الاول، ها على ديك الساعه. شوفوا اخوتي هذا الفيديو انا بغيت نطول شويه باش يعاونني، وبغيتكم اللي تفرج فيه تسهل، الله يسهل عليا يا ربي والله يوفقه ويعطيه ما بغى في خاطره ان شاء الله، ويسهل عليا ربي ما صعب. يتفرج في هذا الفيديو ونتمنى بعدا نتمنى من الله التليفون ما يتقطعش، كنشوف غير نعاود ندير داك الربيع وكلشي. نتمنى من الله التليفون ما يتقطعش ليا قبل ما نطول شويه وصافي. بغيتكم تفرجوا فيه تيسالي، بارطاجيو مع العائلة والأصحاب، وديرو جيم شي كومونتير زوين، عاونوني في الابوني الله يسهل عليكم، مشاركة ديرو مشاركة للفيديو الله يعاونكم ويسهل عليكم ان شاء الله يا ربي. اللي في الغربة الله ييسر ليه الامور ويسهل عليه ان شاء الله، واللي في المغرب حتى والله يعاونه وييسر ليه الامور ان شاء الله. كاع الناس الله يسهل عليهم يا سيدي يا ربي، من هذا الفيديو كنتعامل مع الناس. ايوا خوتي هانتوما كيما كتشوفوا، بقاو معايا ان شاء الله تفرجوا بالفيديو، ونتمنى يعجبكم ان شاء الله. هادشي اللي كنتمنى ان شاء الله يا سيدي ربي. عرفتي الصباح سخفان على الصباح، مع ما تصحرت ما والو، خفقت شربت واحد الكاس تاع الماء وكليت واحد الليمونه صافي، شي باش غتكون مصحره. ايه داكشي اللي كاين، المهم بلا نقاو الربيعات نحيدهم علينا. هادي رابطة ديال الكرافس، جات غا وحدة كرافس، جات منو غا بايطة وحدة صافي. ترى يا مس اليوم خمج، ولكن انا عندي التلاجة خاسرة، التلاجة ديالي فعال فريكو لي خدام لتحت ما كتبردش، داكشي علاش انايا ما كنخليش الربيع يبقى يعني دغيا صفارة قاد تختاري تاع يا مس. هانتي هي صفارت دابا، القزبر والمعدنوس كنطحنهم بحدهم، حيتاش المعدنوس والقزبر كيدارو في المرقة في اي حاجة، في اي حاجة مثلا. اما الكرافس كديري غير في الحريرة، داكشي علاش هاد الربيطة ديال الكرافس هانتي كلها صفارت. هاد الربيطة ديال الكرافس غادي نعزلها ونقطعها بوحدها ونديرها في ميكا بوحدها، نبقى ندير منها في الحريره صافي. شتوها صافي، هاهي صايب شو قالت خلاها بوحدها هاهي. بالسلامة، واش علاش هاد البصفر تبدا يخمج؟ الحراره ديال يامس ولا عرفتي راه جوج قبطات مشاو لكاع حرام، ها هادو جوج تبجغو وهادو زعما تبقاو زوينين، غتكون الميكازا متات عليهم ومع التلاجة تاهي مكتبردش. يا ويلي القبيطات، يلاه جينا مع يامس زعما
شوف والله بيه مش حرام، ها هو زيد على مكتوبي شافني طفرة الله اللي مطالع بينا عاضين عاف الصبر في البصلة، والله عاضين في البصلة ربع عاج انتم بزز انا يمس غير على حساب باش على حساب باش بغا ندير الحريرة شي علاش جتهم زعما علاش كترت شوية جت منهم ومنهم هما هادو جوجات ها خمجو على خمجو انا زين منهم عشوية بعد مازالش لقينا الحاجة تضيع بالأخص الوقت أخوتي مزيرة صراحة هي هادي الوقت مزيرة في الممشيتي دعوا بالرحمة ودعوا إن شاء الله بسيدي ربي يشوف فينا ويرحمنا ويعطينا الشتاء الوقت رزقات على الناس كله وعلى عباد الله اللي بغى يدينا عجمة كيقول اش غنصور فيها اللي بغى يدي بقراتها ويقول اش غنصور فيها وانا جربتها من البيع عشرة قسما بالله اخوتي ذاك السوق وهذا السوق شي ثلاثة السواق ما بقى يجيب حتى شي حاجة لانش ما عندكش باش تجيبي ها الحوايج اللي جبت باش نبيعهم ونعاود نتخلص ونمشي نجيب اخرين راهم قاعدين او شوف التليفون وقت الشجل او سميتو علي والو والو الحركة زقيت وقفت الناس مثلا مشات للسوق تجيب تما تاكل ما بقى تجي تشري الحوايج الوقت زيرت علينا يا سيدي يا ربي ارحمنا يا ربي يا ارحم الراحمين يا اللي كيعطي ما يمن يقلع ما يحن ارحمنا يا سيدي ربي في حق البكم والصبيان رافعنا فعلنا الخوت فعلنا فعلنا هو اللي سيكا يصوت فينا الله غير على الافعال ديالنا كنا مزيانين كنا شتا كاع ما تسحى لينا كاع فاش بقى تصب ولكن الله البشر كيدي ديال خوتو وكي كيظلم الناس وكي احنا البشر كي خايبين احنا كحراس كحراس احنا خايبين كون كنا مزيانين كون ربي كاع مي شو جيش نبدا نقطع بيها حيتاش هادا بقيتهم خارجين عاد طلوني داكشي علاش داكشي علاش نمشي نسد التليفون تبقى عليه شي حاجة ولا هاو خلي غير كلو شي حرام نخرج هذا كلو الحشو بقيت هذا كامل خمج دابا ما حد باقي في كاع كوراج اليوم صخف تا التلاجة ما كتبردش ليا كلشي كلشي خمجات
ما شاء الله جنة هي أمس الحساب، حساب الحريرة هاي شيء. شو غادي شو بحالي شو غادي بيني ضروري انا لسان ضروري الحرير، لو ما كانش حريره بحال بحال ما كاين والو ضروري نديرو حريجه. يا ربي كما تشوفوا نقصوا مع شي نحيدوا ليا الدبلة غنسلقها وقيلة ما عرفتش واش نسلقها ولا غنحكها ما عرفتش غنديرها لو بعدا اللهم نوجد دابا ولا حتى العشيه، العشيه ما بديت نقد ندير والو، اللهم نصبها ونقادها ونعطرها ونسد عليها ونخليها حتى العصر، ديك الساعه نوض نردها، ديك الساعه نردها وندير بريدي تاع اتاي وخلوها مالا ونسلقو البيضات، وهذا هو الفطور ديالي، وخوتي ولي تفرج في هاد الفيديو، ان شاء الله تكمل، نتمنى بعدا يجي طويل. حيت ما عرفتش دابا بغيت نجرب التليفون ديالي واش يقدر يدير ليا ساعه، يقدر يدير نص ساعه، يقدر يدير 40 دقيقه، حيت ضروري خصني نطول فيه وخص نتفرج باش يعني المشاهده عاد تطلع شويه، وهادشي راكم فاهمين وعارفين اخوتي، الله يسر لكم الامور ويسهل عليكم ان شاء الله يا ربي في الشمات مني تسهل لكم في وليداتكم وفي بنياتكم ويسهل عليكم في حياتكم وفي روسكم. الا ما تفرجوا في هذا الفيديو الله يسهل عليكم عاونوني به تفرجوا فيه وديروا ابوني، شاركوا الفيديو مع العائله والاصحاب وعاونوني، واللي شاف هذا الفيديو يدير ابوني الله يسهل عليه ان شاء الله يا سيدي يا ربي. حاولت نطور في يدي واخا هي صعيبة هي حاجة مش سهلة، كلشي كلشي صعيب. هو من الاحسن القزبر الا بغيتي تبقى يعني بغيتيه يبقى زوين وداك المنتوج وداك الجهد اللي فيه ما يحيدش تخلي غير في الثلاجه تحت الا كانت عندك مزيانه بحال هنا، حيت عندي الثلاجه غير تحت هانتوما شتوجتو يا مس هي ثلاثه القبطات ولا شي وكل مشاو حرام خمجه يطلع ما نقطعو نديرو في ميكرو نديرو في الفريكو. اما بحال عندو الثلاجه زوينه ينقيه ويقادو ويديرو عاد الثلاجه لتحت ويبقى يقطع منه فوق الطاجين وفوق كيجي واعر كي يعني الحاجه ممكن تقطعها خاطر ماشي هي ملي كتديرها في الفريزر.
ايوا خوتي هذا الشيء اللي كاين. انا حبيت ندير الفيديو غير بغيت بحال هي انا بغيت بحال كونيا مثلا نبدا كان نوجد في الفطير ديالي وندير معايا فيديو. حاولت بغيت نديرو طويل شويه هذا الشيء ما كاين. اما انا جيت تان صاب الحريره وتوتا شو الفيديو شي زين ولا ما يهز. المهم بداية نبداو بعدا على بركة الله. صعيب هادي اخوتي نتوما كيفاش يسهل عليكم ربي ان شاء الله. انا ما تفرجوا في هذه الفيديو يا ربي يسهل عليهم كل واحد ان شاء الله في مكان في المغرب او خارج ارض المغرب ان شاء الله سهل على الناس كامله يا سيدي يا ربي وتعاون. واللي باغي شي حاجه ان شاء الله يوصل ليه. واللي باغي يقاد شي حاجه ان شاء الله تقاد ليه في حياته. ايوا كنطلب معاكم المغاربه ونجي معاكم ان شاء الله. واللي مريض يشافيه ربي ان شاء الله يا سيدي يا ربي. ايوا هادشي اللي كاين ربي كنجي معاكم ان شاء الله حتى نتوما تدعوا معايا ربي بالتيسير بالتحسير. مع صايبه الكره راه والو كنحاول غير بزاف. ايوا نتوما كيما تشوفوا اليوم الصبح صايمه وعدي ما يدير هذا قطع الربيع ونقادو في سميتو. غادي نحك ماتشا ونصب الحريره ونقادها ونستلها في كوكو ونحطها فوق الفرن تنسالي لها وموعدها راه باقي كيتسناو فيا. الزرع تا هو باغا نقي راه كيتسنى فيا. ايا خوتي راه هادشي ما كاين. خوتي مبقاش الدور هادي معتميره هادي هادي اللي كطحن هي الصعيبة. هادي كطحن ولكن صعيبة مقدرش دورها بسهولة. هذا الفون سهلة ونين شحال حك ستخرج ونطش هادي ساهله ولكن درت فيها الطحن ديال بصح هي اللي ما بغاتش الطون هادي يا بصح الله يا ربي هذا ربي ما غنطيحو حتى نسخف. وقطعتي غابة بالقرا بيدك القرا هذا ولا هاد الحيل قالك هادي غتعاون سميرة هادي حنت هي اللي كتقطع هي الواعرة هي الصعيبة. يا ربي وصل لي ساعة يا ربي ان شاء الله الفيديو وصل لي ساعة. اش باغا نحطو نتمنى تفرجو فيه وتعاونوني عليه ان شاء الله يا ربي. تسهل عليكم تسهل عليكم في حياتكم ان شاء الله يا ربي تعاونكم
وتسهل عليكم وتعاونيتي انا وتسهل عليا صديا. نتمنى لكم الخير والتوفيق في حياتكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله توفقوا في حياتكم. طحن وقلب راك يعني ما حاش غنديروا في الحريره، خصنا نطحنوا شويه مزيان ما يبقاش كبير مجلف. الله تشوق على داكشي عليك، شوف الله ما بقاش تغير طوبيا، لكن عمرا نحاول نسافر شوية. ايوا نتوما خوتي هاو باقي كيشجع بعدا مزيان. ايوا اليوم انا حبيت نرد في طياري معاكم، اليوم ندير معاكم فيديو نتوما انا وياكم. نتمناكم ان شاء الله تفرجوا في الفيديو، تفرجوا الله يسهل عليكم. واللي بغى شي حاجه الله يوصلوا لها ان شاء الله يا ربي. اللي مسافر الله يجيبو على خير. مسافر الله يجيبو على خير، واللي خدام الله يسهل عليه في خديمته، واللي ما خدامش الله يسهل عليه بشي خديمه. ايوا هادشي اللي غتشوفو من ختكم كاين في الباديه، ديما تلقى الدعم معاكم وديما تشوفو منها غير شي حاجه مزيانه ان شاء الله. وانا تانيا طالب اللي كنطلب منكم تفرجوا في الفيديو، الله يسهل عليكم ويكمل عليكم بالخير ان شاء الله. شويه بالقريبه هذه هي الاولى، سهلنا بها هذا يلا هذا ماشي. شن اكون معكم مغطي شتائيه. المهم اخوتي ما عرفتش انا غادي غير هكا صافي قطعت بلا ما نسلقها، غادي نحكها واخا الحكام ديالها شوية صعيب.
هيا نحبكم ودي على الربيع والعطرية من طبيعة الحال والحمص عديسات كندير فيها شوية السمن غير شوية ماشي بزاف شوية ديال السمن تاهو كيجي في الحليلة زوين كاين اللي كيديرو كاين اللي مكيديروش ولكن بالنسبة اللي ما كيديرش شوية السمن في الحريرة خصو يدير شوية حيت بحال ما كتجيش زوينة بلا سمن كما كنقول وبالنسبة للخميرة تاني كاين اللي كيدير كيخلط غير الطحين كيخلط على الطحين وكيدير كيخلط الطحين وكيخوي فيه الحلو كيدور انا ما كنخلط الطحين وكندير عليه شوية ديال البلدية البلدية تكون حويمضة كتخوي عليها شويه في داك الطحين اللي خلطتي وكتعاودي تخلطها تخلطها مزيان وكديري في الحريره كيجي زوين المهم هادو جوج حوايج اللي ما كيديروش في الحريره يضيفهم ويشوف داكشي راه غيجي زوين ورد عليا الخضار ما كديرش هاد الخميره البلديه وشويه السمن تعود ديرهم هذيك الساعه اللي تبدلت لها الحريره عطات عطات المذاق اكثر جاوبني في الكومونتير قولي يا راه بصح نيتها زعما واش عندي الصح فهمتوا ايوا هادشي اللي كاين نتمنىكم اخوتي قبلوا عليا قبلوا على الفيديو ديالي الشيء ديالي راه بسيط وزوين والمحتوى ديالي زوين تقدر تفرج شويه من الكبير حتى للصغير تفرج ليا انت وامك واختك وخوك وباك يعني العائله كلها تفرج فيا ما كاينش مشكل احسن من يعني شي محتوى يكون ما زوينش انا كندير محتوى زوين كاع اللي باغي المحتوى زوين باغي يشوف شي حاجه ديال العربيه وباغي يتفرج راه يدخل يتفرج يعني ما كاينش شي حاجه اللي غادي شي حاجه اللي تحشم ولا هنا يحشم لا مع الناس ولا مع سيدي ربي ها الناس ما عندك شي مشكل وسيدي ربي ربي هو ولي راه كنا وكنا كنا كنا لما كنا نتمنى نكون ان شاء الله نتمنى حسن الخاتمة ان شاء الله نتمنى نبقاو بحال هكانية ما تبدلوش حين قالك سبحان الله ما بدي الاحوال قدر بلادنا يكون مزيان يقدر هاتي تيولي ما هواش راه قالك انتي وعلى مثلا حنايا وعلى شمتنا اللي كان ديني والصلاة والدين وزيد 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 تاخر ولا يدير شي حاجه ما هياش ومات يعني راه بحال مات على كما نقولوا على خرج عن الطريق اي شي وحده حتى هي تكون ما مزياناش واش تولي مزيانه يا ربي راه غادي يغفر ليها وتموت بحال ماتت على غفران يعني بحال تابت كما نقول قالك اخيار خلقي اخيار شات لي جيت نفكر احسن الخطائين التوابين زعما يخطئوا ويتوبوا حيت كلنا خطائين راه ما كاينش شي عبد المذنب يقول لك انا ما خطاتش الا قال لك انا ما خطاتش راه غيكون عام منافق عام ما بغاش يقول اي واحد كيخطا واي واحد كيدير شي حاجه خايبه اي واحد ما معصيش من خطا اي واحد ولكن واحد عيب عرفتوا هاد الحريقة عندي مع كان تبدا على دقه دقه عليا باينه غادي زوينه ولت شهاد الحريره حقها في الجنه ان شاء الله واخا باقا دابا ما عندها ما تشهاف راه حنا لاصين نجمعوا فيها تشهاد حقها في الجنه وتسمح لينا وراه ديرها حتى هي ماشي شي حاجه راه ما يطيشها وربيعات وعطيرقي وشويه الحمص ويشب ويشب ويش عدس ها هي دايره حريره انا صراحه عز عليا الحريره الا صمت خاصني ندير الحريره ضروري الا ما درتش حريره واخا ما عرفتش شنو ندير بحال ما عندي فطور والله بحال ما عندي فطور واخا ندير الطاجين وخاص البيضات واخا نوجد لي وجد ضروري حريره ضروري شي حريره كتكون يعني طبيعيه مصايبه على يدك فاش شي حاجه اللي هي خايبه بنادم يشرب ديك الجبنه ديال الحريره في رمضان راه كتجي زوينه
احسن فطور راه هي الحريره، يكذب عليكم الكاذب يقول لك ديري هالي ديري ديك ديري ديري، راه الحريره هي الفطور. شو حريره؟ الحريره هي الفطور. شو بديك جيبيني راه كتحسي بي صار نتحلو خاطرك كلشي. ايوا زيدي بنادم صايم وزيد على الطاجين زيد على هادي زيد على ديك.